بعد أن أصبحت مغادرته نادي الإنتر قضية وقت فقط، ما زال الدولي الجزائري سفير قيدر ينتظر إشارة من مسؤولي فريق لازيو للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل. نسور العاصمة الإيطالية لا يريدون التسرع في إتمام صفقة متوسط ميدان بولونيا السابق، ولن تترسم صفقته إلا بعد تسريح النيجيري أونازي أو الأوروغواياني غونزاليس في فترة التحويلات الصيفية الحالية.